دي مثلا يعني خطوط الرومانسيه بقت كتير قوي، فهل مثلا انوشه تقول ان الجمهور متعطش لحاجه زي كده، فانا لو اتعرض عليا رومانسي انا عايز اعمله؟ يعني فكره انه برضه ناخد من ردود الفعل في اختياراتنا. طبعا ما حدش عايز يعمل مسلسل وحش، ده مش قصدي، بس اقصد انه هل هو واحد لو جالي ورق السنه دي كوميدي الناس هتضحك، هعمل كوميدي، رومانسي هعمل رومانسي، الناس عايزه ايه هعمله؟ الناس عايزه حاجه حلوه زي ما هي قالت، الناس عايزه مش عايزه شتايم، الناس مش عايزه بهدله زياده عن اللزوم. مش معنى كده انه اللي بيقدم البلطجي يبقى وحش، ده خط، انما ما يبقاش الخط ده اللي مفروض عليه، انما ما فيش شك انه الخط الرومانسي في اي مسلسل بيشد، لان احنا حياتنا بقت كده، حياتنا بقت قاسيه، حياتنا بقت وتنشن على طول، فانت عايزه تتفرجي على حاجه حلوه. انما برضه هرجع زي ما سمر ومي وانجي ما قالوا، يا فرحتي لو انا طالعه في مسلسل من اوله لاخره فساتين 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 فساتين، انما ما فيش موضوع. فساتين لك يا انوشه في المسلسل، يعني في الاخر خالص فساتين لك وشكلك في المسلسل. لا مش هتعرفي على فكره، يعني بجد كل حاجه كانت في مكانها. بصي دي انا برضه هرجع واقول زي ما بقول، ياسمين القاضي ستايلست في جراند هوتيل، التفاصيل دايما بيتهموني انا ان انا بتدخل في كل التفاصيل، بس انا اكتشفت انه محمد شاكر خضير هو ابو التفاصيل، يعني وكل اللي حواليه كلنا بنهتم بالتفاصيل. كلنا كممثلين كنا حابين الجود انرجي زي ما انت بتقول، كلنا كنا حاسين ده. الكيمستري اللي كانت برضه ربنا بقى، الكيمستري اللي ما بين الكابلز، يعني انا واحمد داوود وندى ومحمد حاتم، يعني ونصلي وعلي، المجاميع كل الكابلز كان في جود انرجي مع بعضينا ومع الكل. شخصيا انا برجع اقول الكلمه سواء كانت الاغنيه او الموضوع في الدراما، البدايه بتاعت اي نجاح يبدا من الكاتب، يبدا من الموضوع، بعد كده منتج. برضو هرجع واكرر نفس الحاجه، التمثيل الجماعي، فكره الجيف اند تيك او لعبه البينج بونج اللي بتحصل ما بيننا وما بين بعض واحنا في اللوكيشن، او الرقابه على نفسنا. يعني انا افتكر كويس قوي انه كان تامر كاتب مشهد ما بين داوود وما بين عمرو يوسف، وكان في كلمتين يعني جامدين شويه، فكانت النتيجه ان واحنا بنسمع قمت من مكاني ورحت لعمرو في ودنه، قلت له يا عمرو ايه رايك، وناقشنا مع بعضينا في جمله ما هي تتقال، اصل فلان جاي يتخانق يتقال ما يتقال. انما الحوار بتاع المسلسل كله من كتر ما كان راقي، انا كنت غيرانه ان اي حد يقول حاجه على زميله. لما جينا نبص على الدعايه، طبعا ممكن المسلسل يتباع باسم او يبقى فيه بطل واحد، انما حد عمل دور صغير يتاخد في الاعتبار. ويا عيني كانت في زميله اتبهدلت، مع انها ما كانتش عامله حاجه وحشه، يعني لازم نقول الناس بتاخد بالها من كل كبيره وصغيره. دي ليها جانب ايجابي شويه بالنسبه ما يخص البنت دي اللي هي اللي عملت دور كده. اللي كانت خطيبة عمرو، دي يا حبيبتي اتهانت الإهانة، يعني والله أنا بعتذر لها، لأنه بس ده كان ليه علاقة بإن الناس توحدت وبقى عندها حالة من هو إذا كان إيه بقى مفيش كده كده بتتفرجي مين اللي داخل علينا دي بقى مش مسموح. 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 مش مسموح.
وبعدين نهايه الجيتن، طب هي عامله دور واحده باقي نص سنه كانت بتشتغل شغاله ولهيبه وشريره والتالت قتله وبتاع، يعني هجيب لهم فؤاد حسني يعني ما بقولها بس يعني كانت ايه الكاست بس فاست الناس كانت عامله معانا طريقه قبلها كانت عامله فؤاد تايسون وكانت زي الفل سكينه في الدور الناس كانت مبسوطه بيها جدا، فالعيب مش في البنت هو العيب في مين الغريبه اللي دخلت الان كان في الان مين دي اللي جت فيها؟ عايز تتفضل الحاجه منتج بضمير، الإخراج فيه ضمير، الممثل هو بيمثل بيمثل بضمير، أي حاجة تلاقيها معمولة كده بقلب وباشن بضمير أنا يعني واثقة إنها هتنجح. الناس محتاجة تتفرج على الحاجة اللي معمولة صح، اللي معمولة صح، اللي المنتج ما بيبخلش. محمد بشيش ما بخلش على المسلسل، يعني احنا قاعدين انا قاعده شهر ونص في اسوان، تايسون انت كنت قاعد حبه حلوين يعني مثلا بمناسبه الاستاذ عمرو، احنا كلنا قاعدين مع كات لازم اقر واعترف ان انا السنه دي لو انت بتقولي ايه الكويس في ان احنا نبقى موجودين في الشركة الوكالة بتدير أي اختيارات، مش عايزة أقول الأعمال بس تعرف تبقى تعالي نقول تعالي نقول ده جزء، بس أنا هتكلم عن الجزء اللي كان يهمني أنا شخصيا، إن ألاقي حد أناقش معاه اللي أنا بفكر أعمله ويبقى فاهم أحسن مني، لأن أنا نوعا ما برضه مقر واعترف ان انا عماديه شويه وصوتي من دماغي، بس احب اسمع لانه اكيد هو محطوط في منطقه والشركه محطوطه في منطقه شو هيفهموا احسن مني، فلما اجي اناقش مع حد فاهم وبيديني المشوره الصح، يعني علشان تبقوا عارفين كان ممكن جدا السنه دي عملت جراند اوتيل وسقوط حر، كان في فترة من الفترات كنت هقول لا أنا مش هشتغل الاثنين. كان في لأن أنا يعني إزاي ولأ وبناقش وبتخانق، لأن أنا شايفة من وجهة نظري أنا، إنما لما يبقى في حد تاني بيناقش معاكي يقول لك بس اعملي حسابك معطيات السوق كذا كذا كذا. اوكي فبترجعي ترتبي تفكيرك مره ثانيه بشكل بالظبط.